أهلا بكم أخواني وأخواتي الأعزاء. في هذه الحلقة نناقش بعض من أسئلة المتابعين حول الخوف، طبيعة الخوف، وكيف نعالج الخوف في علوم الميتافيزيكس. نريد أن نقول أنت إنسان رائع، أنت إنسان ذكي. الإنسان طبيعته الإبداع، الروعة، الذكاء. الإنسان أتى من عقل الله، ولكن الذي يحدث هو عدم فهم الإنسان لعلوم الكون، الجهل، وهذا الجهل يؤدي بالإنسان إلى شعوره، إيمانه بالطاقة السلبية. ومن هذه يعني الطاقة السلبية أنواعها هي الخوف. الخوف تعريفه، الخوف هو طاقة سلبية متجمعة في العقل الباطن. من أين أتت؟ أتت من الأجيال السابقة، هذا أولاً، والخبرات والحوادث السلبية التي تعرض إليها الإنسان خلال مراحل حياته. وعندما نقول خلال مراحل حياته لا نقصد هذه الحياة، أنت كنت موجود وكنت موجود وكنت موجود وموجود وموجود في مراحل متعددة من الحياة السابقة والسابقة والسابقة. نحن نعيش يعني الوعي الاتصالي، ننتقل من محطة إلى محطة، من محطة إلى محطة. الكون هو كون مدرسي. الشيء المهم إخواني لمعالجة الخوف، يجب أن نعرف أننا كلنا أمواج. أنت لا تشاهدني كجسم مادي، وأنت أيضا عندما تشاهد هذه الحلقة لا تعتقد أنك جسم مادي، والأشياء التي حولك ليست أجسام مادية. نحن أمواج، طاقات موجية. الشيء المهم جدا أن الإنسان هو طاقة موجية. عندما تتلوث الطاقة الموجية الإيجابية بالطاقة الموجية السلبية، يتعرض الإنسان إلى ما يسمى بالمعاناة، والتي هي الخوف. طبعا هذا الشكل سوف نوضحه لأنه جدا جدا مهم، سوف تتعرف على الأمر أكثر، نوضحه يعني بنوع من التفصيل. ولكن ننتقل إلى هذا السلايد، وهذا شيء مهم. هناك عدة أنواع من المخاوف، يجب أن نحدد نوع الخوف. لكل إنسان هناك مجموعة من المخاوف تختلف من إنسان آخر. يعني إنسان لديه مجموعة من المخاوف، وهذه المخاوف تختلف من المخاوف الأخرى للإنسان الآخر. هناك شخص يخاف من الغرباء، هناك شخص يخجل من الالتقاء بالنساء. فهناك شخص مثلا هو يخجل من الالتقاء بالنساء ولكنه لا يخاف من الغرباء. هناك شخص في كلية أو مدرسة يخاف من مادة الرياضيات، عندما يفتح كتاب الرياضيات يشعر بالخوف، لا يفهم مادة الرياضيات، يراها صعبة. هناك شخص آخر نقول يعاني الانطواء والوحدة وضياع الأمل والإحباط. ربما هذا الشخص ذكي بالرياضيات، ذكي في العلوم الفيزيائية أو العلوم المادية، لكنه يشعر أو يعاني الانطواء. هناك سيدة مثلا، سيدة عابرة من دين إلى دين، من الإسلام إلى المسيحية، ولكنها تعاني الخوف من أهلها، أهلها يراقبوها أو أهلها يتكلمون ضدها. أيضا هناك نوع آخر من الخوف، مثلا شخص يخاف من انتقاد الناس له، يريد أن يفصح، يتكلم حول موضوع معين يعتبره مهم لكنه هو يخاف من انتقاد الناس له. شخص يخاف من المرتفعات. هنا أيضا هذه الحالة شخص يشعر بالحزن الشديد لأنه فقد أحد أعزائه، وهذا معروف. يعني تحدث حوادث، ممكن حروب، ممكن
يعني حوادث معينة فيفقد هذا الشخص أحد أعزائه ويشعر بالحزن الشديد. الحزن أيضا هو طاقة خوف. شخص آخر يشعر بكره نفسه، يكره نفسه. هناك أشخاص يسبون أنفسهم، يلعنون أنفسهم، يقولون لماذا أنا ولدت في هذه الدولة، لماذا أبي هكذا، لماذا أمي هكذا، لماذا أخي هكذا، لماذا هذا عملي السيء، لماذا دراستي كذا كذا كذا، يعني يكره نفسه لأسباب. شخص يريد أن يسافر ولكنه يشعر بالخوف لأنه غير متأكد ماذا سوف تكون النتيجة. لاحظ الأنواع تختلف، كل شخص لديه مجموعة مختلفة من المخاوف من يعني أشخاص آخرين لديهم مخاوف أخرى. شخص يخاف من تقديم محاضرة presentation أمام مجموعة، شخص يخاف من وقت الليل. هنا الحالة، شخص يشعر بالغضب والحزن على حاله لأنه تعرض إلى حالة نصب واحتيال ضده. شخص آخر يشعر بالتوتر والعصبية والقلق، عصبي المزاج أو مزاجه متوتر أو قلق. وهنا أيضا حالة أخرى، شخص متندم، يتندم على أخطائه التي ارتكبها في الماضي، فتأتيه الأفكار السلبية، يفكر يقول لماذا عملت هكذا ولماذا عملت هكذا ولو لم أعمل هذا الأمر. فهذه المخاوف. فالشيء المهم يجب أن نحدد نوع المخاوف التي يعاني منها هذا الشخص، هذا جدا مهم. وليس هناك شخص تتمركز فيه كل المخاوف، غير موجود. يعني نرى شخص لديه طاقة إيجابية، لديه مواهب في أماكن معينة، لكن في أماكن أخرى يشعر بالخوف من شيء معين. فالإنسان على كوكب الأرض هو خليط من الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. إذا نرجع الآن إلى ماذا يحدث وما هي الأسباب. الأسباب كلها طبعا، وهذا الشيء مهم، الآن نتكلم في علوم الميتافيزيكس. في علوم الميتافيزيكس الكون كله كون موجي، ونحن مرتبطين بهذا الكون الموجي عن طريق ما يسمى بالوعي. فهناك الوعي البشري، وهذا الوعي تتجمع فيه كل الطاقات الإيجابية والسلبية، وأنت تستلم هذه الطاقات الإيجابية والسلبية من أهلك وأجدادك، إلى أن يعني نرجع ونستلم الطاقات الإيجابية والسلبية إلى من أول الحضارات الإنسانية. بمعنى أنك ربما لو تعاني من خوف معين فهذا يكون قد أتى أما من الجيل الأول أو الجيل الثاني أو الجيل الثالث. ويجب أن تتذكر أنك أنت الآن تشاهدني أو تشاهدينني، أنك أو أنك كنت موجود في الجيل الأول. الوعي اتصالي، يعني نحن نعيش في محطات، فأنت كنت موجود في الجيل الأول وكنت موجود في الجيل الثاني وكنت موجود في الجيل الثالث، والآن ربما الجيل العاشر أو الجيل الخامس والعشرون أو الجيل المائة والعشرون أو الألف الذي أنت تعيشه. فالتاريخ الأول، ومن هناك بدأ السقوط، ومن هناك في التاريخ الأول بدأت الانهيارات، وهي فترة ما تسمى بالإنانكي. الإنانكي مجموعة من المخلوقات الفضائية السلبية في الدين تسمى لوسيفر، إبليس، الشيطان. هذه المجموعة غزت الأرض، وهناك مجاميع أخرى، يعني ليست فقط الأنانكي. الأنانكي يعني اختصت في منطقة الشرق الأوسط. وعندما هبطت على الأرض بدأت باستعباد الجنس البشري. ماذا نقصد باستعباد الجنس البشري؟ هي تزوجت من الجنس البشري. وهنا نقول استعباد الجنس البشري ومزجه بالمخلوقات الشيطانية. غيروا الدي ان اي للوعي البشري النقي، كان الوعي البشري وعيا نقيا، لوثوه، يعني جماعة الانانكي الابالسة اللوسيفر، فمزجوه بالمخلوقات الشيطانية
وقيام هذه المخلوقات الشيطانية بتلويث وعي البشر، وأيضا يعني جعلوا البشر مستعبدين، اعتبروا الإنانكي أنفسهم أنهم هم أرقى من البشر وهم أفهم وأحكم من البشر، فأرادوا أن يسيطروا على مصير البشر. فهذا التاريخ الأول، ونحن جزء من التاريخ الأول، يعني أنت أنا كل البشرية وعي متصل، ليس هناك انقطاع. فأنت كنت هناك، أي شخص يعني إنسان نقصد هو كان هناك، تعرض إلى الاستعباد من جماعة الإنانكي، ومعروفة أو يعني هذه الحضارات الشريرة أو الحضارات السلبية التي غزت الأرض. طبعا يعني الذي غزانا ليس فقط الإنانكي، نحن غزانا أيضا مخلوقات إيجابية ومخلوقات سلبية، وأصبحت حرب كونية ما بين المخلوقات الإيجابية والمخلوقات السلبية. فالتاريخ الأول بدأ الخوف من هناك، زرع في وعيك، فربما أنت من يعني ليس هناك شيء في حياتك، ومباشرة في يوم محدد تشعر بالخوف، تشعر بالقلق، وليس هناك أي سبب، فربما أتى من تعرضك أو تعرض، دعونا نقول هذا أجدادنا في التاريخ الأول، إلى هذا الاستعباد. فاستعبدوا الجنس البشري، استعبد في فترة الأنانكي هذه. ومن ثم عندما تلوث وعي البشر، بمعنى ماذا نقصد تلوث وعي البشر؟ يعني وعي البشر أصبح باللغة الإنجليزية ما نسميه بالدواليتي، أصبح طاقة إيجابية طاقة سلبية. فبدأ البشر يتملكهم الوعي الشيطاني، يعني نصف شيطان ونصف خير الإنسان أصبح. فبدأ الإنسان يشعر بالإحقاد، وبدأ الإنسان يشعر بالأنانية، وبدأ الإنسان يهاجم أخيه الإنسان ويقتل أخيه الإنسان، فأصبح التاريخ ملوث. ففي التاريخ الثاني ترى أمامك أصبحت إمبراطوريات وقتل وتهجير وحروب ونصب واحتيال، وتكونت سياسات غير صحيحة، وتكونت أديان غير صحيحة، هذه كلها تلوث الوعي. فشخص يشعر بالخوف، هو كان هناك، يعني شخص يعاني مثلا من خوف شديد، هو كان في التاريخ الثاني أو في التاريخ الأول، وفي التاريخ الثاني كان، وربما نصب عليه أو ربما قتل أو ربما سجنوه، وهذا الشخص أيضا الذي يعاني الخوف ربما أيضا في نفس الوقت هو قتل وهو نصب وهو سجن وهو دمر وهو استهزأ. وعي اتصالي، نسحب نسجل، الوعي موجود، يعني الحوادث هذه الحوادث التاريخية موجودة مخزونة في العقل الباطن. ويستمر التاريخ، هناك تطورات وهناك انقلابات وهناك حوادث جيدة وهناك حوادث سلبية وهناك إيجابيات وسلبيات. ونأتي إلى التاريخ الثالث أيضا، نحن الآن نمشي كوعي من التاريخ الأول للتاريخ الثاني ملوثين بالطاقة الإيجابية والطاقة السلبية. أيضا في التاريخ الثالث نتعرض إلى قتل وهجر وحروب ونصب واحتيال وسياسات متغيرة وحكام وملوك يأتون وملوك يعني وملوك آخرين يحتلوا دول أخرى وهكذا، إلى أن نأتي إلى الشخص الذي يعاني الخوف، وهو الآن يعني في بطن والدته. طبعا والدته أيضا تحمل الوعي الملوث، والدته والدة هذا الشخص الذي هو الآن جنين في بطن أمه أيضا يتأثر من وعي الوالد ووعي الوالدة. وهو كان جنينا، هذا الشخص الذي يعاني الخوف وهو كان جنينا، مثلا والده لا يحب والدته، أو صراخ أو مشاكل بين الوالد والوالدة على سبيل المثال، والبيئة السياسية غير مستقرة والبيئة الاقتصادية غير مستقرة، وهو جنين فهو يسحب يسجل وعي، الوعي دائما يسجل موجة، كون موجي. أنا أتكلم الآن، هناك تسجيلات في الوعي، عفوا في العقل الباطن.
الذي هو جزء من الوعي. العقل الباطن جزء من الوعي وهو الذي يمثل الشخصية. يأتي هذا الإنسان كبيبي طفل بالسنة الأولى، السنة الثانية، السنة الثالثة، وهو لا يعرف أنه سحب أو سجل، هذا الطفل سحب وسجل كل المعاناة السلبية والإيجابية من الأجيال السابقة، وهو أيضا سحب وسجل أيضا أطواره والذي عمله في حياته من التاريخ الأول والتاريخ الثاني والتاريخ الثالث. فنرى هذا الطفل أيضا في نفس الوقت تحت تأثير بيئة سلبية، تحت تأثير أب سلبي، تحت تأثير والدة سلبية، عائلة سلبية، وأيضا يرى بنفسه حياته الجديدة فيكون تحت تأثير العوامل السياسية والاقتصادية. ربما أهله يهاجرون، ربما هناك صراخ في البيت، ربما يعني يسمع أصوات كطلقات نارية على سبيل المثال، حرب أهلية، وهو صغير يتأثر كما يحدث مثلا في العراق، أو حدث في العراق، أو حدثت حروب ومجاعات في دول أخرى. فهذا البيبي يسجل، فهو الآن يجمع من التاريخ الأول، التاريخ الثاني، التاريخ الثالث، وعندما كان جنينا والآن يصبح بيبي، وينتقل إلى التلوث الآخر أمامك، الطفولة، يعني من عمر دعونا نقول 6 سنوات يدخل المدرسة الابتدائية، وسبعة، ثمانية، تسعة، 9 سنوات، 10 سنوات قبل المراهقة، يعني أيضا يبدأ بتجاربه الجديدة، يتعرف على أصدقائه، يرى نفسه ربما هو غير محظوظ بالدراسة، يرى والده يشكي من صعوبة الحياة، يرى ليس هناك انسجام في العائلة. يعني هذه الظروف نريد أن نقول هي تسجل في العقل الباطن، وهو هذا الطفل لا يعرف. وهنا تنمو هذه الانفعالات، المخاوف تنمو في بناء، تحدد وتسيطر على مصير ومستقبل هذا الطفل. وتأتي أيضا المراهقة الآن، وفي المراهقة يبدأ نوع من أنواع النضوج، فيقوم أيضا ممارسة هواياته، ويقوم ببناء شخصيته اعتمادا أيضا على ماذا؟ على دين تلك الدولة واجتماعيات تلك الدولة وسياسات تلك الدولة، فيشعر بالخوف والكره، ويشعر مرة بالسرور والمحبة، ويشعر مرة أخرى أنه غير محظوظ. هذه المشاعر لم تأتي آنية، وإنما أتت كما قلنا، نريد أن نكرر، من التاريخ الأول والتاريخ الثاني، يسحبها ويتعرض طبعا أيضا ربما في مرحلة الطفولة والمراهقة ربما إلى حوادث، ربما يفقد أخوه، ربما يفقد أبوه، ربما صديق يستهزئ به فيتأثر نوعا ما. ونأتي إلى المرحلة الأخرى أيضا، النضوج، وهنا يعني أيضا وعيه يزداد الآن، وتبدأ الآن حقيقة في مرحلة النضوج، يعني من عمر 18، 19، 20، وتبدأ الآن المخاوف تسيطر عليه، فيشعر ربما بالحزن، بالكآبة، بالضجر، بالتعب، بالقلق، وهو لا يعرف أن هذه المخاوف ليست حقيقته، هذه المخاوف ليست حقيقته، أتت من الأنانكي، هؤلاء الأبالسة الشياطين، ومن التاريخ الثاني والتاريخ الثالث، لأنه هو هذا الإنسان الذي يعاني الخوف كان موجودا. فهذا الآن وهو في مرحلة النضوج لا يعرف أنه هو في التاريخ الأول ربما قتلوا أو سجنوا، أو ربما هو قتل أو سجن أو استهزأ بناس أو سرق أو عمل شيء سلبي. فتبدأ الآن المخاوف تتجمع حوله، ويعاني ربما من الكآبة، من القلق، من الشعور بعدم الثقة. كما قلنا، يعني أعطيناكم بعض من أنواع المخاوف في السلايد السابق. فهذا هو سبب الخوف، بمعنى سبب الخوف لديه أسباب الخوف متعددة، فالتجارب السياسية التي يعيشها، والتجارب الاقتصادية والدينية أيضا مهمة، والأجيال السابقة التي أتى منها، والتربية، والعوامل الاجتماعية، والخبرات والقراءات والكتب التي يقرأها والمشاهدات التي يراها، فهذه كلها تولد الطاقة السلبية
إذا هو طبعا يعني لم يعالجها أو لم يفهمها أو لم يعرفها أو لا يعرف كيف يعمل الكون، فهو طبعا يكون تحت سيطرة هذه الطاقة السلبية. هنا بعض العلاجات الفعالة، وهذه جدا فعالة طبعا لمعالجة الخوف. الخوف ليس حقيقة، الخوف وهم، كذبة. حقيقتك الإبداع وحقيقتك الذكاء، أنت إنسان مبدع، أنت إنسان ذكي، هذه هي الحقيقة، أنت جزء من وعي الله. ولكن الذي حدث هو فبركة أو خيال، فبركة أو خيال يعني التاريخ البشري الذي بدأ من الأنانكي، ومن الأنانكي هو بدأت الفبركة وتولد العالم المادي وتولدت الأحاسيس الخمسة وطبعا تولد الخوف. فبعض العلاجات الفعالة هناك، أولا هذا Past Regression Therapy، لا أعرف كيف يترجم باللغة العربية Past Regression Therapy، ولكن هنا يجب الشخص الذي يخاف من يعني من حالة معينة فيجلس مع ثيرابيست، وهذا الثيرابيست مختص بما يسمى بالباست ريجريشن. فهذا الثيرابيست، المحلل النفساني بالعربي، هكذا مصطلحته اصطلاحه، ففي الباست ريجريشن يجلس معه هذا المحلل النفساني ويعود به إلى حياته السابقة في التاريخ الأول التاريخ الثاني ليرى أين المخاوف. ربما هذا الشخص على سبيل المثال كان على سبيل المثال في التاريخ الثاني، هنا في التاريخ الثاني كان في كهف، هذا الشخص الآن الذي يعاني من الخوف. ففي الباست ريجريشن يرجع به مثلا أين المركز، مركز المخاوف. ربما هو في التاريخ الثاني كان يسكن في كهف وتجمع حول هذا الكهف مجموعة من النمور والأسود ويريدون أن يأكلوه ويأكلوا أبوه، وهو شعر بالخوف أو الصدمة الشديدة، وربما استطاع أن يهرب ولكن رأى بعينه أن النمر أكل أبوه. فمن هناك الوعي الاتصالي نريد أن نكرفه، من هناك ربما هذه الضربة التي خزنت والتي سحبها إلى أن أصبح جنين وبيبي الآن وطفولة ومراهقة وبالنضوج، وضربت عنده مثلا حالة الخوف. فهذا الباست ريجريشن، فهنا المحلل النفساني في الباست ريجريشن ثيرابي نرجع إلى أين الخوف. ربما هذا الشخص الذي يخاف كان شرطي أو كان حارس وتعدى على ناس على سبيل المثال أيضا تسجل، أو ربما هو هذا الشخص كان مسجونا وتعدوا عليه واستهزأوا به وعذبوه في مرحلة من مراحل التاريخ. فبالباست ريجريشن يرجع بهذا الإنسان إلى أطوار حياته ويرى أين يعني أين الحادثة أو أين المشاكل التي حدثت ولوثت العقل الباطن. وبعد ذلك عندما يرجع، يعني عندما يرجع هذا الإنسان إلى الأطوار السابقة لحياته، فالمحلل النفساني أيضا يقوم بتنظيف العقل الباطن من تلك الحوادث، ومن ثم يرجعه إلى الحالة الحالية أي حياته الآن، ويملأ عقله الباطن بالطاقة الإيجابية، أنه هو حر وهو ذكي، وأنه هذه كانت خيالات، الطاقة السلبية هي كلها خيالات، الطاقة السلبية كلها خيالات، يعني الخوف كذبة. فيملأ المحلل النفساني يعني العقل الباطن لهذا الإنسان بطاقة إيجابية، أنه هو حر، هو ذكي، وهو محبوب، وهو قوي، وهو إنسان جميل، وهو رائع. فهذه أحد العلاجات الفعالة. ثانيا الاسترخاء بالموسيقى التأملية. فالشخص الذي يشعر بالخوف مثلا من أحد الأنواع يعني التي ذكرناها، وهذه جدا جدا مهمة، تساعد في استرخاء العقل الباطن وتنظيف العقل الباطن حقيقة من خيالات الأجيال أو لعنات الأجيال أو الحوادث السابقة.
طبعا نريد أن نذكر، يعني أنا عندما قسم يتصلون بي حتى مسلمين وأقول لهم اذهب إلى الكنيسة وأطلب من رجال الكنيسة الصلاة من أجلك، لأنه رجال الكنيسة لديهم يعني الوعي الصافي، فهو يصبح ترابط، فرجال الكنيسة عندما يصلوا من أجل الإنسان يتغير، تتغير أو تنتهي أو أو تقل الانفعالات السلبية أو الطاقة السلبية الموجودة في العقل الباطن. فأنا أقول لهم اذهب إلى كنيسة، وهذا شيء مهم أن تذهب إلى كنيسة وتطلب من رجال الكنيسة الصلاة من أجلك، وأيضا ممكن يعني تذهب باستمرار وترنم هناك وتصلي هناك. التوكيدات الإيجابية أيضا وضعنا فيديوهات حول التوكيدات الإيجابية، مهمة جدا جدا ممارستها. هنا الحالة الأخرى يعني بعض العلاجات الفعالة، وهذه جدا فعالة أخي وأختي، الكون يمتص كل طاقتك السلبية ويحولها إلى طاقة إيجابية. تذهب إلى حديقة، تجلس في حديقة، تسترخي، تأخذ deep breath، نفس عميق من البطن، وترى في عقلك، تبني الصور أن هذه الحديقة والأرض تمتص كل الانفعالات السلبية، المخاوف، وتتحول إلى طاقة إيجابية. وهذا التمرين جدا فعال لتنظيف العقل الباطن، لتصفية العقل الباطن. الكون يمتص كل طاقتك السلبية ويحولها إلى طاقة إيجابية، بمعنى أنت جالس في هذه الحديقة وتشعر أن الزهور والأشجار والأرض تمتص كل هذه الطاقة السلبية، وترجع هذه الطاقة السلبية ترجع إلى الطاقة الإيجابية، يعني تتحول إلى الطاقة الإيجابية. هذا شيء مهم أنه تتحول إلى الطاقة الإيجابية، يعني أنت تبني صور أن الكون امتص الطاقة السلبية وبعد ذلك الكون حولها إلى طاقة إيجابية، الحب، الخير، الابتسامة، الضحكة، الإبداع، الذكاء، وترى الكون جميل وترى نفسك جميل، هكذا. هذا شيء مهم. مسامحة نفسك ومحبتها، هذا أمر جدا جدا مهم. العيش في عقل الإله ومحبة الإله لك، تكلمنا عليه يعني في حول هذا الموضوع، تستطيع أن تشاهد يعني الفيديوهات والبرامج. التركيز على الخير والمحبة والجمال والإبداع والفرص الإيجابية، وهذا يسمى البناء الإيجابي، وأنا تكلمت حوله. هذا جدا مهم في تنظيف العقل الباطن. كل المخاوف كذب، هذه المخاوف والانفعالات هي كاذبة، فأنت تركز، تعمل شيفت سويتشنج، وتركز على الجمال في الكون والفرص الإيجابية والإبداع، لأن الخوف يأتي من الطاقة السلبية الكاذبة المخزونة في العقل الباطن. التركيز على الخير، أنت تفكر من عقل الإله، لأن عقل الإله عقل الخير والمحبة. الابتسامة، الشكر والامتنان أيضا تكلمنا حوله. ممارسة الرياضة جدا جدا مهم. هنا أيضا الشيء الآخر، وهذا أيضا علاج فعال حقيقة، يجب أن لا تتغاضى عنه إطلاقا، الالتقاء بمجموعة أو منتديات ولقاءات، وتشارك انفعالاتك، تشارك أحزانك، تشارك أمورك معهم، وتسمع خبراتهم وتجاربهم، حقيقة جدا جدا مهم الالتقاء بمجموعة أو منتديات ولقاءات مشتركة تشارك انفعالاتك. الشيء الآخر أيضا لعلاج نوع الخوف الذي يعاني منه الإنسان، القراءة والبحث عن تجارب آخرين وكيف تجاوزوا المحن الصعبة. أيضا أنا وضعت بعض تجارب بعض الناس في قناتي يعني، وتستطيع يعني أن تشاهدها. فقراءة والبحث عن تجارب آخرين، ربما محن أصعب من محنك أو تجاربهم أصعب من تجاربك، ويشرحون لك كيف تجاوزوا هذه المحن. وهناك لا أعرف هل سمعت بقناة تيد تي إي دي، هناك ناس يتحدثون حول الخوف وكيف مروا بتجارب صعبة وكيف تجاوزوها، وأيضا كتب كثيرة حقيقة حول تجارب ناس مروا بمحن. فيجب أن لا تتغاضى عن هذا الأمر، كلما تقرأ وتفهم تشعر بثقة أكثر أنك تستطيع أن تنتصر على مخاوفك. فهم أكثر وطلب معرفة حول طبيعة العقل الإلهي، كلما تدرس العقل الإلهي وكلما تدرس علوم الميتافيزيكس وعقل الله، وعيك يتنظف مع الصلاة، تصلي وتدرس حول العقل الإلهي.
الإلهي، فالوعي يرجع إلى حقيقته. وعينا، حقيقة وعينا هو الوعي الإلهي، لكن هذا الوعي لوث من التاريخ الأول، من هذه الطاقات السلبية، ومن التجارب السلبية، ومن الفلسفة السلبية، والسياسات السلبية، والأديان السلبية، فتلوث، أصبح تلوث. والشيء الأخير هو عمل الخير. مهم جدا أن تعمل الخير. هناك يعني مجالات كثيرة جدا حقيقة حول مسألة عمل الخير. كلما تعمل الخير تشعر بالارتياح، والخير هو منظف قوي للعقل الباطن، يطرد المخاوف، يطرد الطاقة السلبية، ويرجعك إلى الوعي الإيجابي الحقيقي الذي هو حقيقتك. نشكركم إخواني وأخواتي على مشاهدتكم هذه الحلقة، نصلي من أجلكم، الرب يبارككم، ونراكم في البرامج والفيديوهات القادمة.